اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاحباء، نلتقيكم بحلقه جديده من برنامج استوديو الناس على قناه الفلوجه الفضائيه، ونتابع اخر المستجدات ومعاناه المواطنين والكثير من العقبات والمشكلات اللي يواجهها المجتمع، وايضا نقص في الكثير من الخدمات. لذلك احنا نسلط الضوء عليها في الكثير من حلقاتنا في برنامج استوديو الناس. اليوم موضوعنا من المواضيع ايضا جدا مهمه، وهو تعنيف الرجال، ظاهره جديده في البلد. إذن مشاهدينا الأحبة، من جديد نبدأ معكم حلقتنا اليوم، واليوم نتابع التفاصيل الأكثر حول هذا الموضوع، وربما تكون هي ليست بظاهرة وإنما حالات متزايدة ومتعددة، لذلك على وشك أن ممكن أن تكون ظاهرة. طبعا أرقامنا راح تكون أسفل الشاشة، اللي يحب يتواصل اليوم يعبر عن رأيه بخصوص هذا الأمر، رغم تخوف الكثير من التعبير عن الرأي بخصوص العنف ضد الرجال. طبعا اكيد المرأة من راح تتصل ما راح تقول اني اعنف الرجل، بس اليوم نتمنى الرجال يتابعونا في حال اذا كان هناك ضرر من قبل يعني العائلة، او من يعني بصورة عامة يعني تعرض الرجل الى العنف، نتمنى انه اليوم يتصل ويعبر عن رأيه. هناك يعني وسائل عديدة، ممكن ما يعطي اسمه الحقيقي إذا كان هو متخوف أو يعني ممكن عنده إحراج من هذا الأمر أو متردد، يعني فممكن يعطي يعني اسم ثاني، حتى نتمنى أنه نعرف الأحداث أو القصة أو الطريقة والأسلوب اللي يتم تعنيف الرجل بها، لأن هناك إحصائيات وهناك دراسات حول هذه الظاهرة المتزايدة، ليس فقط بالعراق وإنما هي موجودة في دول أخرى وربما حتى موجودة في دول متقدمة. لذلك أحيانا للأسف يستخدم القانون بطريقة يعني سلبية، وهو يعني في بعض الأحيان من قبل بعض النساء ممكن يستعينون بالقانون بطريقة ما، ويعني خصوصا أنه في دول متعددة هناك القانون يكون مع المرأة بشكل كبير، فتستغل هذه الفرصة من أجل تعنيف الرجل. طبعا يعني هو ليست بقليل ظاهرة تعنيف النساء، أكيد احنا طرقنا لها بحلقاتنا السابقة، وإن شاء الله بحلقات القادمة أيضا نتطرق لتفاصيل أكثر، لكن اليوم موضوعنا عن تعنيف الرجال، ظاهرة منتشرة بالبلد. ما كنا نسمع سابقا عن مثل هذه الحوادث، انه رجل يعنف من قبل المرأة أو من قبل الزوجة او يعني بصورة عامة من الأسرة مثلا. يعني كانت الأحداث ربما حالات منفردة وقليلة جدا، لكن بدأت تتزايد مع مرور الزمن وبالسنوات الأخيرة، وهذا تشكل خطر اكيد على المجتمعات ولها سلبيات كثيرة رح نتطرق لها اليوم بالحلقة طبعا، وبالتالي أيضا ممكن تكون هذه أفكار أو أساليب دخيلة على المجتمع العراقي، خصوصا المجتمع العراقي أغلب مجتمع ذكوري، يعني عوائل يعني تمتاز بالرجل هو يكون أهم شيء وهو عنصر أساسي بكل شيء وهو المدير والقائد لكل شيء بالعائلة، لذلك من الصعب أن يكون هناك تعنيف ضد الرجال أو نسمع مثل هذه الحالات المتزايدة. خلينا نشاهد مشاهدينا هذا التقرير وراجعين. تتزايد حالات العنف بحق الرجال في العراق بصورة مقلقة وملحوظة، وسط تساؤلات كثيرة من المواطن عن أسباب تأخير إقرار قانون مناهضة العنف الأسري على مدار السنوات الماضية، رغم وجود مسودة مشروع القانون وهي جاهزة للقراءة والتصويت. ارتفعت نسبة حالات تعنيف الرجال لأسباب كثيرة، منها الواقع الاجتماعي وتدهور الاقتصاد وزيادة البطالة، فبحسب وزارة الداخلية منذ مطلع عام 2022 جرت معالجة 233 حالة تعنيف للرجال، حيث أوعز مختصون عن وجود بعض الحالات التي تعاني من أمراض نفسية ومشاكل متعددة في بناء الشخصية.
ووفقا لتقارير رسمية، فإن أقليم كردستان يتصدر العراق بأعداد المعنفين من الرجال، إذ سجلت المحاكم 14,000 حالة تعنيف أسري خلال عام 2021 الذي شهد ارتفاعا في عدد الشكاوى التي قدمها الرجال ضد زوجاتهم، وأن منظمة اتحاد رجال كردستان سجلت 521 حالة تعنيف أسري ضد الرجال أدت إلى انتحار 68 رجلا بسببها، بالإضافة إلى محافظة السليمانية التي سجلت 28 حالة تعنيف، وجاءت أربيل المرتبة الثانية بواقع 24 حالة. تلجأ الجهات الأمنية في العراق إلى أخذ تعهدات خطية للمعتدي على زوجته، وتكتفي بإجراء توسطات بين الأزواج للتصالح فيما بينهما، في حين يفتقر العراق إلى وجود إجراءات تحاسب الزوجة على تعنيف زوجها، رغم أن القانون العراقي لم يفرق بين ضرب الرجل عن ضرب المرأة والتعامل مع الجنسين على حد سواء وعلى جميع الأصعدة، سواء الضرب أو الاعتداء اللفظي وغيرها. إذن يعني أساليب وطرق متعددة للأسف يستخدموها بعض النساء لتعنيف الرجال، وربما البعض منهم يستغل فكرة خوف الرجل على سمعته وعلى مكانته ومثل ما نقول هيبته أمام عائلته وعشيرته وأمام أصدقائه وغيره، فبالطبع ما رح يقدر يصرح أو ينطق بكلمة واحدة أمام أي شخص آخر بظاهرة تعنيف من قبل الزوجة مثلاً، وأيضا لا يستطيع أن يلجأ إلى القانون أو السلطات المعنية لتخوف من انتشار هذا الخبر، أو ممكن عشيرته تعرف بهذا الأمر، بالتالي يعني أكيد راح تكون هناك يعني أساليب مختلفة في الحديث والعتاب وغيرها. طبعا هناك مشاكل اجتماعية تكثر بهذا الشأن، خصوصا أنه يعني تداول الأخبار الكثيرة حول مسألة انتشار العنف، وأيضا للأسف إلى الآن لم يشرع القانون، قانون العنف الأسري اللي هو طبعا يحمي ليس فقط المرأة وإنما يحمي كل أفراد الأسرة، فلذلك إلى الآن هناك مطالبات كثيرة حول تشريع هذا القانون، رغم المسودة موجودة في البرلمان لكن إلى الآن لم يتم التصويت أو تشريع القانون. طيب خلينا ناخذ اتصال للحديث اكثر عن هذا الامر وتعنيف الرجال وهذه الظاهره المنتشره. معنا دكتور مهند الهيتي الباحث الاجتماعي، اهلا ومرحبا بك. السلام عليكم، مساء الخير. اهلا ومرحبا بك دكتور. بدايه بداية يعني هذا الموضوع من ربما تعتبر هي ظاهرة لكثرة انتشارها بشكل كبير وإحصائيات كثيرة ومتعددة في عموم العراق وخصوصا أقليم كردستان، لذلك اليوم احنا نتطرق لهذا الموضوع. لم نكن نسمع بمثل هكذا حالات وانتشارها بهذا الشكل في البلد، ما هي الأسباب؟ بسم الله. هناك ظاهرة هاي تنتشر بأيامنا الحالية، ظاهرة العنف ضد الرجال. هي كوصف هنالك عدة أنواع، أكو العنف الجسدي والنفسي والأخلاقي. صحيح أن عدد الرجال اللي يتعرضون إلها أقل من عدد النساء كما هو معروف في المجتمع بشكل عام. أكو الناس تنطي بالعادة المجتمع للرجل إنه هو صاحب قوة جسدية ومادية يتمتع بها الرجل إذا قارن بالمرأة. نعم. فأغلبية المجتمع حيتعاطف مع الجانب الأضعف اللي هو المرأة، فينطيها أسباب عديدة بهذا الشيء، وينطيه هو الرجل اللي هو اللي يعنف خالك وما هو معروف بشكل عام ومنتشر. نعم. حتى أكو الباحث بالقانون الدولي سولانج موذان يقول إن القانون الدولي يتجاهل سيناريوهات الصراع والعنف النفسي والأخلاقي ضد الرجل، حيث ركز بالمقابل على العنف الجسدي ضد النساء والأطفال. نعم. مما
ما ذكر أي شيء إذا تعرض الرجل إلى أي نوع من هذه أنواع العنف. نعم، يعني هو القانون الدولي أساسا هو لم يحمي الرجل باعتباره هو أبدا الأقوى بدنا، وهو هو اللي بادر بالعنف ماديا. تجاه اي المرأة نعم والطفل وغيرها. اي نعم يعني اي هل نعم يعتبر هذا القانون عادل؟ على اعتبار يعني نعم هذا القانون طبعا الدولي يعني ليس شخص وشخصين، يعني هذه دراسات وأبحاث كثيرة حول هذا الموضوع وتم إقرار هذا القرار. نعم، ولكن بالسنوات الأخيرة أكثر من دول سواء في أمريكا أو كندا أو أوروبا نعم هسه يلا بلشوا يدرسون هاي الحالات، بلشوا يظهرون نسب، والنسب في تزايد بمناسبة العنف ضد الرجل. انطوا من أجل أسباب كثيرة وبلشوا يدرسوها بشكل أعمق، بلشوا يسببوها بشكل أعمق. هنالك نوع من الرجال الذي تعرض إلى التعنيف منذ طفولته بعائلته صحيح مثلا من قبل والدته، صحيح، أو هو يكون الذكر الوحيد، الابن الوحيد وسط عدد كبير من أخوات الإناث، نعم، فراح تكون أيضا هاي شخصيته ضعيفة وراح يتعرض بكل سهولة للتعنيف ضده. نعم. إذا أكو دكتور، حالات يعني حسب نعم كلامك أنه ربما يكون هناك مستقبلا تعديل على القانون الدولي على اعتبار أن هناك تحديث بخصوص العنف ضد الرجال، لأن هذه ظاهرة جديدة ليست قديمة. طبعا هاي الظاهرة تزداد في الأواني الأخيرة شوية شوية أكثر. من أهم أسبابها أنه عدم إظهارها للسنوات العديدة الماضية، الناس ما يظهروها، الرياجيل ما يظهروها، الرجال المعنفين يخشون إظهار خصوصا تعنيف المرأة إلهم، عند يحافظ على صورته قدام العائلة وقدام المجتمع. هذا ما سبب من النادر ما ترفع تقارير الحوادث الى السلطات الامنيه او يبلغوهم ترى اني صار بي كذا كذا، زوجتي غربتني، نعم، زوجتي اهانتني، زوجتي قلت من شأني، هاي ما يظهروها. لهذا السبب سابقا ما كانت تظهر هاي الحالات، ولكن بالوقت الحالي المجتمع الحالي بسبب زيادتها بسبب لكون الزيادة يعني فبدأت تظهر هذه الحالة. دكتور عفوا، قوتها. يعني لماذا انقلبت الموازين؟ لماذا يعني احنا نسمع دائما بتعنيف المرأة والرجل هو اللي بادر بالعنف ضد المرأة، لماذا الآن يعني هذا الرجل القوي بدنيا، ربما فكريا، ربما في يعني عنده حضور أكثر بكثير من ميادين الحياة، يعني أكثر من المرأة، فربما يعني هذه معرفة التكنولوجيا أو الحداثة تم استخدامها بشكل سلبي أو أثرت؟ نعم، بسبب دخول المرأة بجانب العمل تحملها مسؤولية، صارت هي في جزء قوي من هذا المجتمع، اطلعت على هواي الأمور. وكذلك موضوع التكنولوجيا، موضوع التكنولوجيا والمواقع اللي تسبب يعني تفكير سيء إلى المرأة، قاعد تنقل لها بعض الأفكار وبعض الأساليب من الأخلاقيات الغير مناسبة، لتولد عندهم حالات بالتفكير للجوء إلى هذا العنف، أو هي ببالها أنه هي راح تفرض شخصيتها أو تقوي موقفها، أو أحيانا يصير عندهم تفكير أنه حقوقهم مسلوبة أو الرجل هذا واقع يتعامل الحال المعاملة دكتور، الصحيحة. هذا واقع الحال، هناك الكثير واقع من كبير النساء نعم. حقوقهم مسلوبة من قبل أزواجهم وآبائهم هذا وأخوانهم. صحيح. نعم. صحيح، عدد كبير من النساء اللي احنا نشوفهم مضطهدين جدا من قبل رجالهم، والرياجيل ما يقدروهم. هاي تولد انه نساء اخريات يحسون بمعاناتهم هذولا. نعم. ويبدون يفكرون انهم يعيشون نفس الحاله. يصير رد فعل سلبي تجاه هذا الامر. اي نعم. نعم. بالضبط. طيب دكتور. هم يتعنفون. نعم. نعم. ايضا اريد نتحدث عن دور الاهل بهذا الشان، يعني ما دور الاهل وتربيه الاهل؟ يعني احنا ما كنا نسمع بمثل هذه الحوادث، يعني هل طرق التربيه اختلفت عن سابق؟ اي نعم. بكل صراحه دور الأهل صار شبه مغيب خصوصا بالسنوات السابقة. نعم. أو الأخيرة يعني. نعم. دور الأهل بالتربية وبأخلاق الأطفال متروك، هاي من ناحية. الناحية الثانية الأطفال صار عندهم اطلاع على الإنترنت،
من خلال تليفوناتهم، من خلال التابلتات أو الكمبيوتر، من دي يطلعون دي يطلعون على أفلام كارتون تسبب لهم قلة الأخلاق وعدم الاحترام. شوية شوية هذه قاعدة ينتشر بالمجتمع للأسف. هي حتى أفلام الكارتون اللي نشاهدها هي بها عنف أساساً، هي تعلم على العنف. نعم. ماكو رقابات، وبحجة أنه الحرية وبحجة التعبير عن ما هو بداخلك نفسك، هذا اللي يسبب انتشار. ومع الأسف الكثير من الحالات اللي احنا نشوفها من الأهل ما ينتبهون على أطفالهم، ما قاعد يتابعوهم أو شيء يشوفوه أو يراقبوهم أو يشوفون لوين يوصلون. إذن هذا الإهمال مشاكل كبيرة قد يسبب تزايد حالات العنف. طيب أيضا نتحدث عن دور المؤسسات الحكومية بهذا الشأن، وأيضا القانون اللي إلى الآن لم يشرع والكثير من الأصوات عليه تنتظر تشريع هذا القانون لحماية الأسرة بأكملها. نعم، محتاج جدا أن تهتم بالدرجة الأولى وزارة التربية بفتح مجالات جديدة بوجود أطباء نفسيين مخصصين وأطباء علم اجتماع بالمدارس عم بيتابعون حالات اللي بيعيشوها الأطفال. نعم. حالاتهم النفسية، وهم المجتمع اللي عايشين به، الألفاظ اللي يتلفظوها، التصرفات اللي بيتصرفوها، أسلوب تفكيرهم. وكذلك نحتاج إلى نشاطات لا صفية توعيهم وتثقفهم إلى أن نوصل إلى يعني كمجتمع طفولي أحسن، نبنيهم من البداية أصحاب يكونوا أخلاق ومبادئ. هذه اللي إحنا صراحة بالوقت الحالي نفتقده جداً جداً. طيب دكتور، إلى أي مدى ممكن أن تؤثر العقاقير والمخدرات والكحول وغيرها على زيادة العنف سواء بصورة عامة، سواء كان تجاه الرجل أو الطفل أو المرأة، يعني بصورة عامة؟ بصراحة العقاقير خصوصا المخدرات لها تأثير قوي جدا، مما نلاحظ حاليا من التقارير اللي عندنا ما موجود بالسجون من بسبب هذا الشيء، بسبب موضوع المخدرات. تصرفات غير موزونة، تصرفات لا إرادية، لا يبدون يدرون ولا يدركون على نفسهم إنهم شو تصرفاتهم من الطرفين. أي أحد يتعاطى هذا الشيء، والمشكلة إنه قاعد تنتشر انتشار كبير بالمجتمع، بالشباب، بالمراهقين، وكذلك يتطور إلى البالغين. نعم. هذا الموضوع يخلق من الشخصية إنسان آخر، يتعنف بشكل لا إرادي، تتولد عنده حالات عصبية، تتحولت عنده ردات فعل قوية جدا غير مدروسة، ولا هو ولا حتى غير شيء غير منطقي تماما. هذا اللي بتوصله صراحة نحتاج يعني موضوع كبير جدا لمكافحتها، لأنه هذه ما يسيطر عليها ولا ممكن إدراك عواقبها. نعم. طيب دكتور، أيضا هناك بعض الحالات من الرجال المعنفين اللي ما يقدر يشتكي خجلا من أهله، عائلته وعشيرته، ومن الصعب عليه أن يصرح لأي شخص آخر، وأيضا ما يقدر يتجه للقانون أو السلطات المعنية خوفا من أهله طبعا. فكيف ممكن هنا يتم الإجراء؟ يعني لأن هناك إحصائيات عديدة، لكن هناك إحصائيات أكبر بكثير مما هي موجودة بسبب عدم التطرق للسلطات أو القانون. توجد هذه الحالات؟ نعم، وأكيد أي رجال يخاف جدا أن عندي حافظ على سمعته وصوته أمام العائلة والعشيرة مالته، انه هو والله تعرض الى عنف او تعرض الى ضرب او اهانه من زوجته، لازم يحافظ على صورته. انا نصيحتي بالعكس، نحتاج انه نحط حد لهذا الموضوع. يحتاج هذا الرجل ان يذهب الى طبيب نفسي. نعم. يساعده بتقويه شخصيته، يساعده بايجاد حل. احتمال هو يعني ظلمها، هو ما عاملها بشكل جيد، لذلك هي ردة الفعل مالته إلها كان من التعنيف القوي. يحتاج كذلك من الممكن يطلع بشكل أو بآخر يقدم عليها دعوة إذا كان نوع العنف جسدي مؤذي جدا. نعم. مما سببت بأضرار جسدية إذا. نعم.
هذا كلها إذا هاي التقارير وصلت إلى الشرطة وإلى الباحثين، نعم. هاي كلها راح تؤدي إلى خلق فرصة قوية جدا للنظر بموضوع القانون. نعم دكتور، يعني هو مو بس هو اللي يحتاج إلى طبيب نفسي، ممكن هي اللي تحتاج إلى الزوجة اللي تتعنف زوجها، نعم. تحتاج إلى طبيب نفسي، ربما هي تكون عندها حسب دراسات بعض الحالات هناك اضطرابات نفسية لدى بعض النساء اللي يعنفون أزواجهم. نعم، هناك عدد من النساء اللي عاشوا ظروف معينة بسبب قهر لهم، سببت لهم آلام كبيرة جدا، نعم. مرت بحالات اللي خلق عندها بداخلها كبت نفسي كبير جدا. نعم. وكذلك بعدين زوجة رجل احتمال يكون ايضا هو ضعيف الشخصية قليلا. نعم. وبنفس الوقت ما يعاملها حسب حقوقها وحسب احترام لها. لذلك هي راح تكسر هاي القيود اللي بداخلها، تكسر هذا الكبت وتظهره كله طلع بهذا الرجل. نعم. تأذيه، ممكن تهينه. فنعم هذه الحالة أكيد ايضا تحتاج تكون الى علاج طبيب نفسي. نعم. طيب دكتور، بصوره عامه اريد نتطرق للحلول، ما هي طرق المعالجه والحلول لازدياد حالات العنف تجاه الرجل؟ من اهم الامور اللي نحتاجها هي موضوع البلاغ عن الحالات والبلاغ عن الاشخاص اللي تضرروا ومن قام بالتعنيف ضدهم. هاي من اهم الحالات على مود نقدر نبحث العدد والارقام وجد الزيادات اللي بتصير وباي مجالات، على اساسها نقدر ندرس ونحلل الموضوع لايجاد حل مناسب من سواء التربيه او الاخلاق او العلاجات النفسيه لنوصل الى حال افضل. هذه اهم الطرق اللي نقدر نمشي بيها بهذا المجال. نعم. شكرا دكتور مهند على هذا الإطراء، شكرا لك. اليوم تحدثنا عن تفاصيل أكثر حول أسباب زيادة العنف تجاه الرجل، ربما أسباب كثيرة ودراسات كثيرة حول هذا الموضوع، خصوصا أنه هو ليس فقط في العراق وإنما في كل أغلب دول العالم هناك الكثير من حالات العنف تجاه الرجل لأسباب متعددة. أيضا حتى في الدول العربية تقريبا حسب الدراسات 40% من الدول العربية، 40% عفوا من الرجال معنفين في الدول العربية من زوجاتهم طبعا لأسباب مختلفة، وطبعا الأساليب أشكال وأساليب متنوعة. نتواصل معكم مشاهدينا بهذا الموضوع بعد الفاصل. إذن من جديد مشاهدينا الأحباء بعد الفاصل نواصل معكم حديثنا اليوم وتفاصيل أكثر حول العنف ضد الرجل، وهذه ربما تكون ظاهرة تزداد بشكل مستمر. طبعا أرقامنا راح تكون ظاهرة أسفل الشاشة للتواصل وللتعبير عن الرأي، سواء كانت حالات أمامكم موجودة تشاهدون هذه الحالات، يعني هناك حالات متعددة، مو شرط الشخص هو صاير بهذه القصة أو الحادثة، ممكن يكون شاف هذه الحالة أمامه كتجارب أمامه، وبالتالي اللي ما يحب يذكر اسمه يعني خوفا أو تحرجا من شيء ما، ماكو مشكلة يقدر يتطرق لاسم آخر ويطرق مشكلته حتى نعرف اليوم الأسباب وأيضا الإحصائيات بهذا الأمر. طبعا يعني هناك ايضا حسب اخصائيون يعني نفسيين يعني بسبب اسباب متعدده لمشاكل العنف ضد الرجل وازدياد العنف، طبعا هي من ضمنها
ضعف الشخصية لدى بعض الرجال اللي ممكن فعلا يكون هو من ولد مثلا ببيئة فقط نساء، أو ممكن يعني أخذ على المود أو الطريقة لتربية النساء، كذلك ممكن يكون شخص غير مدعوم من أهله وهناك إهمال وعدم المتابعة المستمرة والرقابة، بالتالي راح يكون ناشئ في بيئة مختلفة أو ممكن يكون ناشئ في الشارع مثلا. فطبعا حتكون هناك مشاكل نفسية متعددة لدى هذا الشخص، فبالتالي ممكن تؤثر خصوصا إذا كانت المرأة قوية الشخصية. هو يعني أكيد يعني هذا ما راح يكون خطر أو يكون شيء سلبي المرأة تكون قوية الشخصية، لكن يكون هناك توازن بالموضوع ما بين العائلة والأسرة. يعني ما ينفع واحد يكون قوي على الآخر، هي الفكرة بالترابط الأسري ما بين بعضهم وليس فكرة التقوية على الآخر. طبعا يعني أيضا للأسف يعني بعض النساء اللي فعلا يعانون من اضطرابات نفسية، اللي يطلعون مشاكلهم النفسية اللي عاشوها مثلا منذ الطفولة، أو هم تكون موجودة بشخصيتهم وراثية أو غيرها، ممكن يطلعوها بالرجل عن طريق استخدام العنف وأساليب. طبعا العنف مو بس الضرب، العنف استخدام أساليب غير لائقة مثل العنف اللفظي، يعني أساليب متعددة كثيرة ممكن يستخدموها، إهانة الرجل بطرق مختلفة ممكن يستخدموها. طبعا أيضا يعني البطالة لها دور كبير جدا. هسه هواي ناس راح تسأل شنو دور البطالة بالعنف. لما تكون المرأة هي عاملة وتشتغل وتكون موفرة لكل شيء والرجل يكون قاعد بالبيت، بالتالي هي راح تستقوى عليه. يعني هواي حالات هيك. طبعا المرأة الأصيلة أكيد ما راح تفكر أو تستخدم هذا الأسلوب، لأن هي راح تكون حافظة لبيتها وراح تعرف أنه أكو أزمة بطالة وأكو مشكلة. وأيضا نرجع للرجل الحقيقي، المفروض يشتغل أي شغل كان ويوفر لقمة العيش لعائلته بدل ما يعتمد على المرأة، لأن يعني لازم يكون أكو تعاون. فهنا المشكلة أنه البطالة تلعب دور كبير، ممكن بعض النساء يستخدموها وسيلة لإهانة الرجل ولاستخدام العنف تجاهها. أيضا إحنا علينا أن نفرق بين الشخص المسالم، الرجل المسالم، والرجل الضعيف الشخصية. هناك الكثير من الرجال اللي يكون عندهم صفة أنه هو مسالم، ما يحب المشاكل وما يحب تزداد المشاكل، ويستخدم أساليب متعددة لتلافي المشاكل، وهو ليس بضعيف الشخصية. يعني حتى نفرق بين هذا الرجل وهذا الرجل. الضعيف الشخصية اللي ما يقدر يحل المشكلة وما يقدر يوازن مشاكل حياته الأسرية أو يسيطر عليها، وبالتالي طبعا ما راح تكون أكو معالجات، وممكن المرأة هي اللي تحل المشكلة وهي اللي تسيطر، فبالتالي أكيد راح تعنفه لأنه راح تشوف نفسها هي الأقوى فكريا ومن ناحية العمل وغيرها. أما من الناحية الأخرى الرجل المسالم، بالتالي هو راح يعرف وعند الأساليب الصحيحة بعلاج أي مشكلة تكون موجودة داخل الأسرة، بالتالي راح يخلي أكو توازن ويعرف يستخدمه بالوقت الصحيح. يعني أكو فرق بين الحالتين. ويانا اتصال. ألو مساء الخير. ويانا هادي من الديوانية، أهلا ومرحبا بك هادي. طبعا شكرا لقناتكم هاي المرحلة. طبعا شكرا شكرا لك. شكرا لك. طبعا سمعت الموضوع طبعا. نعم. شوفوا ستي العزيزة، الموضوع طبعا يتبع الرجل، أما كل يوم المرأة تأخذ عليها الرجل، لأن هو ضعف عند الرجل. نعم. ليس عند المرأة، مهما يكون هي مرأة ضعيفة. نعم. بس إذا شافت مقابلها ستي العزيزة، شافت رجلها مع يقول عليه بالعامية إهدام، طبعا تكبر. راح تستغل راح تستغل ضعف شخصيته، فهي راح تستقوى عليه. نعم نعم اكيد عزيزتي، اكيد هذا واقع، حال هذا هو الناس. يعني حتى عندي اصدقاء يعني اعرفهم حق المعرفه، يعني والله العظيم ضعيف قدام زوجتي. نعم. برايك ليش، شنو السبب، يعني شنو سبب ضعف الشخصيه هذه، ليش؟ شوفي ستي عزيزه، اولا عدم التفاهم ويا طبعا ويا الزوجه. ها ممكن تقول له يقولها صار هاي يعني ممكن يكون مو ضعيف الشخصية، ممكن يكون هو شخص مسالم ما يحب المشاكل مثلا. شوف عزيزتي، احنا هذا الموضوع طبعا بهذا المجتمع مالتنا اليوم ضعيف الوكيل، خاصة بهذا الزمن. لا. يعني سابقا ترى هني بهم مجال تقول عليه ناس مؤدبة قلوقة فاهمة، اما هذا الجيل اختي العزيزة هذا جيل ضعيف الوكيل خاصة.
بسبب تعرفين سبب الموبايلات وسبب السوشيال ميديا وسبب التكنولوجيا اثرت بشكل سلبي، انت تشوف يعني هذا الامر؟ نعم اكيد اكيد عزيزتي. وطبعا احب ادي مناسبه طبعا اقدر اناسب فيها على هاي القناه مالتكم. تفضل تتدلل اكيد تفضل. الله يسلمك عزيزتي. طبعا احنا من جيل التسعينات الظلامي. نعم. تقبل الله عزيزتي. لا تعينات ترنجين الطالب الطارق. هاي المناشدة اللي خصصت بها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقدر اوصلها. اكيد تفضل اكيد تفضل. نعم. اختي عزيزة مناشدة وزير العمل احمد العزيز هو طرح حملة للبحث في ميدان الأرضية والنواحي. انا سابقا ناشدت في احد القنوات طبعا قناة الاحد ما وصلت هاي المناشدة. تمام؟ وهاي المناشدة الثانية الأرضية والنواحي من محافظة الديوانية المنكوبة، الأرضية والنواحي من محافظة الديوانية قضاء سومر، هاي الفاضلة هاي منطقة ريفية. لأن البحث في شهر الواحد. نعم. ها؟ وما طلعت الاسماء مالتنا، وتحليل نتائج الفقر واكثر من الناس، تدري ليش السبب؟ انا هسه حاليا تحليلي بس العده فلوس اختي العزيزه يطلع اسماء، وهواي ناس اجوا لينا قالوا اعطينا ثلاث اوراق اربع اوراق، زين انا خريج ها وزوجتي خريجه، وهواي ناس عطاوا بطاوا، زين هذا منين ثلاث اوراق او اربع اوراق طلعت لي؟ ثق بالله احنا صايرين تدري البيت انا مقدم من 2018 ورجعت قدمت هسه بال 2022 وما طلع اسمي، وكل ما اراجع الوزاره نسيت هاي وزاره الديوانيه مدير الرعايه. نعم. قلت له قال احنا جهه تنفيذيه، احنا مجرد طلعنا لك الباحث، اما طريقه الجهه التنفيذيه هي الوزاره. قلت له يا الوزاره طلع الاسماء صفر يطلع الشهر السابع. يعني هي اسماءكم صدرت بس ماكو تنفيذ. ما ها تنفيذ ما تدري ليش؟ خلنا اقطع كلامك الخير طبعا، انا جاوبت هاي المعلومه انا بصوت الفقراء مو بصوت عامي. تمام؟ لان مثل ما انا فقير انا جاوبت هاي المناشده عبر قناتكم. تدرين ليش؟ اريدك انت تسالين هاي الوزاره يكون لقاء خاص، ليش الاسماء تطلع الشهر السابع والشهر الواحد ما يطلع؟ ليش الاسماء تصفر؟ هل معقول الحاسبه مالت عاطله؟ اذا حاسبتهم عاطله احنا بامكاننا نشتريهم حاسبه للوزاره اطلعها اعطيهم اياها. ليش الاسماء تصفر؟ الشهر السابع يطلع. زار الواحد الشهر السابع والشهر الخامس يطلع والشهر الواحد الخطية المضمومين احنا ساكنين الفقه ما يطلع ومضمومين خريجين لا تعين شوف لا وزاره الداخليه تقبلني ولا وزاره الدفاع تقبلني واحنا ولا رعايه يقبلني بس مجرد شملنا فلان وشملنا فلان وكل فائده ماكو بس اعلام. طيب اخ هادي انا يعني بالحلقات القادمه راح اتناول تفاصيل يعني هواي قضايا تخص الرعايه الاجتماعيه، هواي ناس تنتظر واسماء كثيره، فان شاء الله راح اتناولها بالحلقات القادمه ويوصل صوتك اليوم من خلال الحلقه على اسباب تاخير الكثير طبعا من الاسماء في الرعايه الاجتماعيه، راح نتحدث ويا مختص في الرعايه الاجتماعيه ونشوف شنو اسباب التاخير هذه وهل فعلا عندهم مشاكل الكترونيه وغيرها، نتطرق لها بالحلقات القادمه تتدلل علينا ان شاء الله ونعرف شنو الاسباب وان شاء الله تكون اكو حلول بالايام الجايه. طبعا ايضا نرجع لتفاصيل موضوعنا، يعني ذكر نقاط جدا مهمه ممكن ايضا يكون دور الأهل لهم دور كبير بهذا الأمر وطريقة التربية الصحيحة. طبعا أيضا حسب إحصائيات الشرطة المجتمعية عفوا تلقت عبر الخط الساخن 1162 مناشدة، هي تمت طبعا معالجة تعنيف 754 حالة من النساء و233 حالة من الرجال المعنفين، يعني رقم 233 حالة من الأشخاص المعنفين، هذه طبعا في عموم العراق وعدا أقليم كردستان، وأيضا 55 طفل وتم إعادة 62 فتاة هاربة ورصد 22 طفل هارب وانتشال 22 من كبار السن. أعداد وأرقام كثيرة حول مشاكل كثيرة ترصدها الشرطة المجتمعية. أيضا حسب تصريحات الشرطة المجتمعية للأسف هناك يعني لا توجد لديهم مراكز مخصصة أو دور يعني إيواء وغيرها، وأيضا حتى يعني أخصائيين نفسيين أو تربويين وغيرها اللي ممكن يعالجون مثل هذه القضايا، عدا فقط هناك قسم في وزارة الداخلية، هذا القسم يعالج قضايا يعني المشاكل اللي تحصل، يعني هي مكافحة العنف الأسري، يعني هذا القسم بوزارة الداخلية توجد به ضابطات وباحثات اجتماعيات ومفتشات نساء،
حتى يعالجون بعض القضايا اللي ممكن النساء يعني يشتكون بها، يعني ما يريدون يتعاملون ويا رجل او صعب يتعاملون ويا رجل، فبالتالي يخلون هذه النساء تكون موجودات هم ممكن يعالجون مثل هذه القضايا. طبعا يعني هذه من النقاط الايجابيه اللي تحسب لي اكيد لوزاره الداخليه، يعني هواي نقاط ما مقصرين بها بهذا الشان، لكن هي المشكله احنا نفتقد لدور تأوي هذه الحالات، يعني ممكن حالات توصل للطلاق، ممكن حالات توصل عنف شديد جدا تجاه سواء كان الرجل او المراه، يعني اليوم صح نتحدث عن العنف ضد الرجال لكن العنف ضد النساء هو اكبر بكثير. طبعا ايضا يعني للاسف النتيجه تكون ما بعد الشكوى هي مجرد تكون اكو تعهدات من قبل الطرفين وبالتالي يكتفون يعني فقط بالتعهدات كاجراء قانوني، لكن للاسف هذا الاجراء بعدها يعني هو قانونا اوكي حمى نفسه او هي حمت نفسها، بس المشكله بعدين هل سيتكرر هذا الفعل؟ هناك حالات كثيرة تكررت، يعني حتى القانون ما قاموا يهتمون إلى ولا يخافون من عنده بسبب يعني المشاكل المجتمعية الكثيرة. طبعا يعني أيضا يعني حسب مختصين يعني أو الإحصائيات الكثيرة أيضا إقليم كردستان هناك إحصائيات كثيرة متعددة حسب ما شفنا بالتقرير، يعني أرقام كثيرة جدا بالإضافة إلى حالات انتحار بعض الرجال بسبب العنف تجاههم المستمر. طبعا وأيضا هنا القانون مفعل جدا مع المرأة، لذلك أحيانا الكثير منهم يستغلون هذا الجانب. وين اتصال؟ أنا لميعة. 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 أني. نعم. عندي أحفاد اثنين، واحد خريج وواحد عطال بطال من علايمكم، عنده أطفال اثنين. نعم. أمه فقيرة، هو فقير، والله حايرة زماني. نعم. وهم أنا صار له تقريبا 10 أشهر هو من قدم على هاي الرعاية. الرعاية الاجتماعية. ما جاي يطلع اسمع عيني أنتي. وين أتوجه وين أروح؟ والله يا أخت لميعة هسا أنتي تقولين 10 أشهر مقدمة، أكو بعض الأشخاص قدموا صار لهم كم سنة. كم سنه لحد الان دي ينتظرون. يعني انا ما اريد اقول لك هذا الكلام حتى لا يصير ياس، بس احنا راح نتطرق لتفاصيل هذا الموضوع مع مدير الرعايه الاجتماعيه بالحلقات القادمه ونعرف شنو الاسباب على الاقل حتى هاي الاسماء اللي صار لها سنين تنتظر، وانتم كذلك اليوم يعني عائله تنتظر، يعني على الاقل وارد يعيلكم، فبالتالي نتمنى انه تكون هناك حلول بالفتره القادمه ان شاء الله. هو طالع لهم الباحث يا امي، طالع نعم. لهم باحث اي طلعت اسماءكم. إيه. نعم اي طالعه هسه انا منها خابر ميابة يقول هياته اسماهم نعم. موجوده الا ما جاي يجي الراتب مالهم. يعني هي انتم دا تنتظرون الراتب ولا دا تنتظرون يعني القرار؟ نعم هو عنده يمهم الاسم، يمهم نعم. الاسم اللي ما جاي يجي راتب، اسمهم النوب ما جاي يجي. نعم. طيب يعني اتمنى انه تكون اكو مراجعات الك همين ست لميعة، انه تشوفين يعني تراجعين الدائرة، تشوفين شنو المستجدات، يجوز اكو احد يستلم بدالكم. ما جاي اسمه، ما جاي اسمه، كل ما اروح ما جاي اسمه، ما جاي اسمه، يا بليش هذا حظي ما ادري. نعم. طيب بالحلقات القادمة إن شاء الله راح أتطرق أنا لهذه التفاصيل مع المدير وتدللين علينا إن شاء الله، ونشوف شنو المستجدات بموضوع الأسماء اللي لحد الآن هواي ناس تنتظر وما طلعت أسماءها أو طلعت أسماءها بس ما يستلمون راتب لحد الآن. خلينا نروح مشاهدينا نشوف أيضا استطلاع رأي الناس بخصوص العنف تجاه الرجل. يعني في الرجل هو الزواج أول شيء مبكر اللي بلا وعي، اللي عمر ما يتجاوز عمر السن القانوني، ولسه حاليا قاموا يتعلمون اكثر يعني البني او الولد من اليوتيوب، مال اليوتيوب هالسوالف قاموا يتعلموها قاموا يطبقوها. انه هو العمل هو اللي راح يبني الاسره العمل، اما لو قاعد بالبيت 24 ساعه طبعا راح يصير مشاكل وراح يصير تجاوزات وتوصل امور احتمال الطلاق همين. اولا انا بعيد كل البعد عن هذا الموضوع، وثانيا اتمنى انه الله سبحانه وتعالى يحفظ جميع الاسر العراقيه وجميع الازواج ويديم المحبه والموده بينهم. بس هذا الموضوع اللي انت تتكلم به ظاهره مو صحيحه ومو مؤيد لها، ويعني اشوفه شيء غلط، ما يعني رايي ضد، اكيد ضد.
يعني المرأة تعنف الرجل ضده، أنا ضد أكيد هذا الموضوع، لأن الرجال هم ينادي يتحمل ما يتحمل من مآسي الدنيا وضغوطات الحياة اللي هي عليه. فمن يجي للبيت لازم المرأة يعني الزوجة أو البنتاية أو شوفوه من الموجود بالبيت يتلقوه بكلمة هلا، بكلمة مرحبا، بكلمة قواك الله. البعض منهم يعني أنا أسمع عن البعض أنه أول ما يطوب يتلقوه بمشاكل، ويتلقوه يعني بفد مشكلة صغيرة يحاولوها إلى فد معضلة كبيرة جدا ما تنسد. طبعا أكيد أكيد مرتبط بموضوع البطالة ارتباط تام وكلي، وأنا من هذا المنبر يعني أناشد الحكومة أن توفر عمل لشبابنا هاي العاطلة الموجودة، ويعني لازم يكون الرجال موفر الأمور البسيطة والمستلزمات المطلوبة للبيت يعني بالشيء المعقول مو بالشيء الغير معقول. يعني لازم تكون يعني المطلوب المرأة من تطلب من الرجال تطلب بما يرضي الله. يعني مثلا أبو العمالة مثلا هو يوميته 25 الرجال أو الحمالة أو البسطية أو يعني بالشيء المعقول بما يرضي الله. من الماديات نقولها يعني عطالة، الرجل ما يشتغل، لو أكو شغل أكو هواي شباب مثلا عراقيين يحبون يشتغلون بس شغل ماكو. زين من يرجع للبيت يكون حتى النفسية تعبانة، المرأة تريد من عنده إلها أو للأولاد زين، بس هو يكون ما عنده، يعني شي يسوي؟ يضايق يضربها ولا شي ولا هالشغلات تصير. يحب الرجل لازم إذا عنده مادية، هو أصلا الرجل إذا عنده إمكانية أو شغل عنده قلت لك من يرجع للبيت يكون مرتاح. هسه بيوم هسه أنا بيوم اللي أرجع للبيت وأكون مرتاح، زوجتي تحكي وياي الأولاد أكون مرتاح بيوم المستفيد، بيوم ما مستفيد أرجع أكون تعبان معصب حتى لو ما أحكي لهم شنو استفاديت. هذا يسبب أكبر مشاكل. فعلى الدولة العراقية المفروض تشوف العطالة يعني مثلا زين، فتفتح مراكز مثل هنا مثل عمل بأي ناحية، هو الدولة شغلتهم بعد يعرفون يقللون من البطالة. إذن البطالة اللي لها دور وتأثير كبير وسبب رئيسي أيضا في تزايد حالات العنف، ربما لأن حسب رأي المواطن أيضا لها دور كبير جدا بسبب وجود الكثير من الرجال في المنزل. طبعا أكيد راح تولد مشاكل كثيرة وصراعات بين يعني الأزواج، فممكن تؤدي بحالات عنف بينهم وتوصل ممكن حتى للضرب بين الزوج والزوجة. أيضا يعني للأسف هناك الكثير من حالات تناول العقاقير والكحول والمواد المخدرة اللي تغيب الشخص عن الواقع وعن التعامل مع أبنائه، وعن هو طبعا هو يهرب من ربما واقع سيء، لكن أكيد هذه مو حلول. يعني حسب دراسات كثيرة أنه لها تأثيرات سلبية كثيرة، وإحنا كنا نعرف يعني كنا نعرف تأثير الكحول والمخدرات، هو دا يهرب من واقع سيء لكن دا يرجع إلى واقع أسوأ بسبب هذا التصرف، أخذ هذه الكحول والمخدرات وغيرها، بالتالي رح تخلي الشخص شخصيته مختلفة تماما عما يكون في الوعي. وطبعا ممكن يتعرض للعنف من الزوجة، أكيد الزوجة من راح تشوف زوجها بهذا الأسلوب بهذا النمط الحياة ما راح يكون أكو أي احترام بيناتهم، فممكن طبيعي جدا أنه تتوجه بأساليب مختلفة من العنف والإهانة سواء كان لفظي أو حتى جسدي. فطبعا أيضا لها دور كبير تناول العقاقير المخدرة وغيرها. يعني أيضا للأسف البعض منهم اللي ما يتحملون مسؤولية، يعني اللي طبعا منهم زواج القصر والأشخاص يعني زواج المبكر اللي لها دور كبير جدا بهذا الشأن، هم أساسا أطفال فيكونون أسرة، فبالتالي راح تكون أكو مشاكل وعنف بيناتهم، يعني راح يكون عادي يعني هم أطفال فطبيعي واحد يضرب الثاني، يعني حصر عنف طبيعي جدا بيناتهم. خلينا ناخذ اتصال أبو عبد الله من ديالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وسهلا. والله كنت مثل يعني الحالة المعيشية، مثل طبعا الرجل إذا شغل ماكو الحالة المعيشية تعبانة، والمرأة تطلب منه اللي فلان حاجة وفلان حاجة، يعني هو مثل اللي عنده 5 نفرات 6 نفرات حالته تعبانه. نعم. او شو اسمه يعني مو يعني الوضع
تعبان، الحاله المعيشيه تعبانه. نعم صحيح. بس هي المراه مو المفروض تتحمل بعض الازمات اللي يمر بها الرجل؟ يعني هي فوق العبء اللي يكون عليها، هي هم ان تسوي عنف تجاهها. نعم المراه يعني اكو ناس تتحمل واكو ناس ما تتحمل، واكو ناس يعني مشاكل زوجيه وتؤدي للطلاق، هذه تؤدي للطلاق. يعني نسبه الطلاق احنا يصير عندنا اكيد حالات طلاق كلش كثيره، احصائيات عديده. يضربها لو تعنيف لو هذا يعني تعطيل يعني اتفاق اسر بالمجتمع. طيب ابو عبد الله برايك ليش سبب انتشار يعني العنف تجاه الرجل؟ شنو سببه؟ يعني الحاله الماديه المعيشيه، الوضع تعبان، الوضع الاقتصادي متازم. نعم. الشغل عطاله هواي، شغل ماكو. يعني البطاله، انت تشوف البطاله لها دور رئيسي بهذا الموضوع. اي والله هي هم تاثر والله. أنا أشكرك أبو عبد الله، ويعني اليوم آراء جدا ربما آراء نيرة بخصوص العنف تجاه الرجل، يعني نشوف رجال يوم اتصلوا بنا يعبرون عن رأيهم بهذا الأمر. أيضا للأسف نشوف هناك ضعف في دور منظمات المجتمع المدني في توعية المواطن أو الأسرة بشكل عام بكيفية مناهضة العنف الأسري، وأيضا كيفية حماية النفس والدفاع عن النفس. نتمنى أن يكون هناك دور أكثر وفعال من قبل منظمات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الحكومية الداعمة للأسرة بصورة عامة، ليس فقط المرأة. يعني إحنا اليوم نتحدث دائما عن دور المرأة وفعالية المرأة وكيف هي في المجتمع فعالة، أيضا دور الرجل هو ليس بقليل. الرجل اليوم يكون تحت ضغوطات كثيرة في الحياة، سواء كان في العمل أو في المنزل أو مسؤولية يعني هذه الأسرة، وبالتالي يعني على المرأة أيضا أن يكون هناك تعاون ما بينها وبينه، وأن تحل الأزمات بطريقة يعني تكون طريقة حقيقية خالية من العنف والمشاكل وحوار ثقافي واجتماعي. طبعا يعني هناك الكثير من الطرق والأساليب اللي يستخدموها البعض في حالات العنف، للأسف ربما تصل إلى فعلا حالات طلاق وازدياد حالات الطلاق بشكل كبير. طبعا يعني أيضا للأسف البعض يستغلون هذه النقطة حتى بعد الطلاق، يعنفون الرجل من خلال حرمانهم من الأولاد أو أساليب وطرق مختلفة حتى يحصلون على الأموال، وحتى هناك تعنيف مالي معنوي وعاطفي وتعنيف مالي وتعنيف جسدي ولفظي وغيرها، أساليب مختلفة ممكن يستخدموها. احنا اكيد من عمم يعني اكيد هناك الكثير من النساء الأصيلات اللي يعني اصحاب مواقف جميلة وثقافة يعني رائعة، فنشوف فعلا يحتوون أي أزمة ممكن أزمة تكون ممكن مع الرجل. لكن للأسف البعض اللي يستغلون هذه النقاط لصالحهم حتى يستفادون. طبعا أيضا يعني للأسف يعني هناك أسباب متعددة في الكثير من يعني المجتمعات لحصول العنف الأسري بصورة عامة. رح نتطرق أيضا لتفاصيل أكثر بهذا الأمر، وأيضا هناك علاجات وحلول كثيرة من خلال وضع برامج توعية بخصوص حماية الأسرة وحماية الرجل والمرأة والطفل. نتمنى أن يكون هناك دعم لها من قبل المؤسسات الحكومية، وإحنا أكيد وسائل الإعلام لنا دور كبير بهذا الشأن، نطرح هذه القضايا، عسى أن تكون هناك حلول بهذا الأمر. انتظروني بحلقة جديدة إن شاء الله. على كل خير، إلى اللقاء.